دوك دابا انا اولا انا كنقول ليه فيلم هو كل مره كيصحوا ليا وكنسى وكنرتب هو سي ان كور ميتراج باش الناس ما يسحبش لهم راه فيلم طويل زعما ساعه ونص ولا تاع ان كور ميتراج فيه ربع ساعه مانيش كنقول ليه فيلم ديما كنقول فيلم فيلم ويب دوك الفيلم الفكره ديالو كانت تقريبا هادي عامين ونص باش كتبناه دازت عام صورناه يعني هادي عام ونص باش تصور كان عندنا دي بروبليم تكنيك باسكو كنا بغينا تيلمو بغينا نصايبو شي حاجه واعره بزاف مي ما قدرناش في الاخر تكنيكمون نصايبوها كما بغينا مي اون جينيرال الفيلم جو بونس كو زوين وغيعجب الناس سيرتو من موراه زعما غير هاد لا جينيراسيون جديده ديال الدراري ديال الانترنيت تجمعنا تعاوننا بعضياتنا وصايبنا الفيلم دوك الكتابه انا اللي كتبت الفيلم الاخراج دارو خالد تقي البومسهولي وكاع الدراري اللي غادي تشوفيه في الفيلم زعما كلهم جايين من انترنيت وكاينين دي جيست ستار في الفيلم حتى هما من انترنيت الفيلم التصوير ديالو دو خدا لينا سيمانه ديال التورناج صورنا كلشي في قنيطره وان شاء الله بقى ما كايناش ما عنديش اون دات بالضبط امتى غيتحط ولكن ماكسيموم من هاد النهار هذا فين كنصوروا الانترفيو قولي واحد 10 ايام حتى 15 يوم غيكون تحط الفيلم ان شاء الله دابا ما عرفتش انا ما خايف نبدا نقول راه شي حاجه فيه جديده وهذا 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 خلي الناس تيشوفوا ولكن المهم الفكره بصفه عامه كتهضر على لونيفير كامل انترنت كتهضر على انترنت كتهضر على كيفاش انترنت ولا كيستغلنا وكيفاش حتى حنايا كنستغلوه كتهضر على هادشي ولكن ما كندخلوش في لي ديتاي بزاف باسكو في الاخر خلينا بغينا نضحكوا في الاخر الفكره الاولى هي الناس يضحكوا شي شويه يشوفوا هذا وسيرتو يفهموا القصه كاينه في الكونديكتور زوين وكاينه كاين ميساج كاين ميساج في الاخر وصافي هادشي اللي كاين نو طراو بزاف ويلي شحال نبقى عاقل راه دازت عام ونص ولكن اللي عاقل الزبير اول سيمانه في حياته غيضعف فيها هي هذيك باسكو فريمون صراحه الماكله كانت ولكن كان النهار كامل كندوزوه برا كنفيقوا مع 7 الصباح 8 الصباح خصنا نكونوا في البلاصه فين نصوروا ما كنرجعوا للدار حتى كطيح الشمس وكان الصهد ديجا وقنيطره ديجا سخونه دونك كنا تنتكرفسوا بزاف وواحد الدري نورمالمون كان بروغرامي باش كيمشي في النهار كامل كيمشي 4 المرات ويجي باش يجيب لنا الماكله بسبب الزبير ما بقاش تيوقف ديك الدري ولا كيمشي غادي جاي طراو بزاف الحوايج يضحكوا دابزنا شي شويه كنا تنتناقشوا ولكن اللي كان زوين سي كنا سيمانه كامله وحنا ساكنين مع بعضياتنا غير ديك الوقيته ما كانوش لي ستوري بزاف اما كون كانوا لي ستوري كنتو تشوفوا كلشي كنا سيمانه ساكنين بيناتنا انا وانوار الزبير كلشي دونك فريمون ضحكنا بزاف ودابزنا شي شويه مي تعلمنا سورتو بزاف